النهاردة عندنا تحدي جديد وهو تحدي صيد السمك في المناطق الجليدية. متحمس جدا يا جماعة اللي هنستكشفه النهاردة، شكلها تبقى مغامرة رهيبة. وخلينا أول حاجة نبتدي ونشوف ايه اللي نقدر نعمله. هنجيب اول حاجة التلاجة الاسطورية. ايه ده، سخننا خلاص، دي تكفي كام سمكة دي يا جدعان؟ خلينا نحط واحدة هنا، فوت نحطها جنب الحاجة عشان نجمع فيها السمك. ونقفل دي، تمام، شكرا على التعليمات. طب ودي ايه دي؟ نور المكان. طب عايزين نبدأ نصطاد. ايوه، لازم ننزل الصنارة على اعماق كمان ولا ايه؟ تقريبا يا جماعة انا نازل على عمق دلوقتي. والله جبت اول سمكة. اسحب اسحب يا ودود، روح بسرعة بسرعة، شكلها طالعة جامدة. روح اسحب كده، السمكة بتعاف. مفترية، راحت فين دي؟ اتبت، انزل لها يا جماعة. طب اعملوا لايك وانا انزل اغامر واضرب غطس واشوف السمكة المفترية. ايه ده؟ ينفعش انزل؟ يا خسارة يا جدعان، المكان صغير مش عارف انزل. طب خلينا نحاول تاني، يلا. اوكي يلا، نحط لها الطعم، كله جاهز تحت السيطرة. تيجي سموكة، تعالى بت، حاسينك، تعالى بت، استعبطيش، تعالى، اسحب. سيبها. ايوه يا سلام. ايه ده، هي دي الصغنونه يا جماعه، دي بساريه عامله فرح والله، فضحتينا. المهم حضرناها هنا في الكولدير بتاعنا، ما شاء الله. تعالي 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 تعالي، اسحب 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 اسحب. اوكي، خليها تاخد براحتها، ممتاز. السمكه اللي بعدها، ما شاء الله يا جدعان، البدايه شكلها بدايه جامده. معلش سمك بساريه في البدايه، بعد كده نبدا نطور من نفسنا. يلا اللي بعده، عايزين بقى السمك كبير وتقيل. روح كيس، حبس 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 حبس. سيب 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 النار عشان ما تفلتش. لو 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 لو، هتفلت. فلتت يا جدعان، رغم انا كنت مش معافر قوي، بس للاسف السمك عرفت تهرب مننا. خلينا بس ايه، ننزل واحده واحده. ايوه، اسحب 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 اسحب. بتنزل زي المجنونه. تعال تعال يا سموكه. ايوه بس طبعا الدنيا مظلمه، فانا عايز اوقف ده. اوه، سمكه تعتبر كبيره يا جدعان، انا مبسوط جدا، وكائنات محترمه. طب بصوا، انا مكان طبعا مظلم عندي، فاكيد انتم مش شايفين وانا اكيد مش شايف، فخلينا ناخد دي كده الاول. ايه ده يا عم، حطها مكانها يا عم، انا عايز اروح الحاجه دي. ينفع بقى بقول معاك انت حوالي 800 وشويه كوين. دلوقتي نقدر نتحرك بيها. طب خلينا نروح للباشا اللي هنا، نروح للسوبر ماركت ونشوف دول هيكلفوا كام. المفروض بقى الراجل ده يا جدعان يعني ايه دي بيرحها شويه. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ تاخد السمك ده، انا لسه ما اتكلمتش معاه والله. ولا فين السمك بتاعي؟ ما شاء الله التلاجة عنده مليانة يا جدعان، لو عايزين نملاها كده ونكسر الدنيا ونبقى احنا التوب التوب، انزلوا بقى دلوقتي اشتركوا معانا في القناة عشان تنورونا يا جماعة. ونجيب هنا، لا احنا هنبص هنغرقك، هنخلي المكان ده كله يا معلم نخليه سوق السمك. يب، يلا خلينا نطلع ننطلق بسرعة بسرعة. فين المكان بتاعي؟ والله الدنيا مظلمه يا جماعه، انا مش شايف، حاسس انا هتوه. يا ريت يكون في اسم موجود عندنا. دلوقتي معانا كام؟ معانا 800 وشويه كوين. فنقدر نجيب ايه؟ خلينا نخش طيب على الشوب، نقدر نجيب مفاتيح ماشي وكوينات. انا قاعد بشوف معاكم اول مره يا جدعان. خلينا نشوف ده ايه ده؟ انواع السمك اللي احنا جبناهم. اوه، ده في سمك هر ابيض، ده في سمك غريب. طب استنى بس، في الشوب نقدر نجيب ايه؟ انا شايف في ناس جايبه حاجات مطوراها، فممكن اطلب مساعده. اوكي، انا بيقدر يساعدنا. شوف يا جدعان عاملين ايه، جايبين تشيستات وجايبين حاجات. ايه ده، مين ده؟ ورا شفت حاجه صغننه ورا ده عفريت ده. ده اللي بيصطاد هنا اهو، شايفينه صغنن قوي يا جدعان. ايه يا عم انت فين؟ دي الصناره اوتوماتيك، والله فكرت في حد قاعد. معقوله ممكن نجيب صناره اوتوماتيك؟ والله ما مصدق. طب استنى خلينا نشوف بس المحل التاني، لان احنا عندنا في محلين، المحل الاولاني بيشتري السمك والتاني اظن بيبيع الادوات، ده اللي انا بتكلم عليه بقى. الله على المحل وجماله، انا مش مصدق نفسي يا جدعان. شوف باشا، ورينا كده الله 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 الله. ايوه بقى، بس انت مش حاطط اسعار ليه؟ سايب العرض والطلب. شوف، اوكي، وخيام، وشوف الدلع، اللعاب. الكرسي ده عاجبني، ينفع اخده يا باشا؟ بس عايزين نعرف بس اسعاره الاول، لان تقريبا اسعاره هنا حرقه شويتين. باشا عايزين نركي نظره بس على خلينا نشوف السنارات الاول. دي بقى بتسع ثواني، هي من بدايتها 9000؟ لا انت بتهزر. هو مفيش انواع منها ولا في الوان؟ اوكي، حتى اللون سعره مختلف يا جدعان. ماشي، طب عندك ايه تاني؟ عايزين نلقي نظره تانيه على ال المكنه اللي بتسحب نفسها. شوف، لا بخمس في يا جدعان، اللي بيصطاد يا جدعان يا ريت تفهمنا اللي بيحصل بالظبط.
وعندنا في خيوط وحتى الخيوط سعرها حراق ماشي، بس اظن احنا نقدر نجيبها. خلينا نشوف دي كمان. وكشافات، ايه ده حاطين لي فيها مش فاهم انا. ماشي، وعندنا كمان نقدر نجيب ايه؟ موارد نقدر نستخدمها عشان نعمل بيها المخيم بتاعنا. لا انا اتحمست، انا اروح اشتغل بقى واجمع حبه حلوين. طبعا يا جماعه انا اشتريت شويه كوينات عشان ادعم صاحب الماب، وفي نفس الوقت نقدر نطور نفسنا في اسرع وقت. لان بصراحه انا عايز اعمل شغل عالمي. نحط الصغنونه دي، والله شكلها كيوت. فاش شغاله دي والله مش عارف. نصطاد شويه صغيرين بعد كده اروح للشوب. لازم لازم ده ضروري. جيب سمكه كده، تعالى سموكه. انت تقرفينا بقى ليه؟ نروح عند الراجل احسن بسرعه. طبعا اول حاجه جايبها يا جماعه الكرسي عشان اريح عليه. بس ايه رايكم الكرسي المميز ده؟ ينفع نغير لونه؟ والله لو ينفع يا جماعه جيبيه، بس المشكله اللي... يا عم انت بتحط لي اسعار، فين الالوان يا جدع؟ الله يا غريب. ماشي، هنا عندنا في اوبشنات نقدر نختار ما منهم الديكور. و خلينا نختار. شايف الكرسي ده لذيذ ولا ده احلى؟ والله الفكره ان احنا مش محتاجين كل ده، بس عشان احنا محتاجين حد تاني يقعد جنبنا مش عارف. خلينا المهم نختار ده، لان التاني مش هنحتاجه، مش هنحتاج حد يقعد جنبنا، وفي نفس الوقت ده مفيد لينا، فخلينا نشتريه. لونه هو اللي مش لذيذ يا جماعه. يا عم انت كمان. طب نقدر نجيب من عنده ايه تاني؟ انا عايز اشوف الصناره بصراحه اللي كانت اوتوماتيك دي، جميله جدا. فاحنا كده خلصنا الكراسي، خش على القسم التاني. وهي ده اللي بتكلم فيه بقى، فين بقى منه الاوتو؟ الاوتو بس غاليه جدا. معقوله وانا جايبها يا جدعان بالرقم ده؟ انا ممكن اجيبها بس مش قوي كده كابتشي. يا مجنون، والله غاليه جدا يا جماعه. اوكي خلينا نشوف في عروض. الله 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 الله، صباح الفل. ده كمان في ايه اللي انت عايزه؟ نفسك فيه تحلم بيه موجود يا معلم. ممكن نجيب طيب حاجه حنينه. خلينا نجيب اللي ب 120. اوكي، وعايزين نجيب بقى ايه؟ الخيوط، عشان الخيوط برضو مهمه. ف هنروح نلقي نظره، هنجيب خيط حنين. يا لهوي الحنين ب 150. يا ولا 150، الله 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 الله. خلينا نجيب واحد 150 لعيونكم يا جدعان. كمل. في ايه تاني ممكن نجيبه؟ بس كده انا شايف كده الخيوط تمام. عايزين بقى نجيب اهم حاجه، دي اللي بتتكسر، دي مشكله لوحدها، فدي هتكلفنا كتير بس هتفرق معانا كتير. لوننا المميز بس للاسف يا جدعان ضعيف جدا. ده كام؟ 300 يا صح. حلو، هدا يا معلم. بس شكرا. عايزين نجيب شويه ادوات من هنا. خلينا نشوف ونلقي نظره. عندنا ده ب 90، والله يعتبر كويس. بيك اكس، ثواني، احنا نقدر نجمع بيك. جواهر مايننج، ممتاز. وايه تاني؟ ده نقدر نقطع بيه الخشب. اوكي، ودي ايه دي؟ ثواني يا جماعه، نقدر نطير من جبل لجبل. يا سلام يا رايق. وده نقدر ننور بيه المكان في الضلمه، بس الصراحه ده مهم. بس الاهم من كل ده احنا عايزين نجيب بيك اكس. يب، نجيب ده واحد، مش مشكله يا جماعه. اظن ده يبقى سهل نجيبه بعد كده بالكاشات. حضرتك معانا 40، فاظن ان انا جاهز للمرحله اللي جايه، تبقى مرحله شرسه. فخلينا ننطلق للمنطقه بتاعتنا، اللي بيني وبينكم هتفرق معانا كتير، والكاشات ان شاء الله تبقى ايه؟ محترمه جدا جدا جدا. خلينا نخش بس الاول الشنطه بتاعتنا. دي نربطها بدي الاول، ثواني. صح، لازم دي كمان نغيرها. استنى استنى، خلينا بس اول حاجه نختار دي. ممتاز، عايز اعرف بس الزناره تختارها ازاي يا كابتن؟ انا تقريبا دلوقتي دي عندي الصفرة، فاحنا مش عايزينها. خلينا نوقف بس الصيد ونبدا نظبطها الاول. في حاجه مهمه ما جبتهاش من المحل، ودي مهمه جدا يا جدعان، دي اللي هنقدر بقى نجيب بيها السمك. ده الطعم، شوفوا الطعم عامل ازاي. عايزين نجيب طعم عالمي. ماشي، حلو الاصفر ده. شوف الانواع. ثواني، هو اغلى واحد عنده كام؟ معقولة في طعم غالي جدا للدرجة دي؟ اوكي، لا وبجواهر كمان. يعني انسى يا معلم، ده بيجيب لي السمك العملاق اللي متغذي 50,000 جوهرة. طب استنوا، خلينا نجيب أول حاجة. ممكن نجيب اللي ب أيوه دي برقم كويس. تمام، طبعا عشان نقدر نجيب الحاجة بندوس عليها بس مرتين. اوكي كده المفروض الحاجة معانا، وحرفيا هنجرب دلوقتي عملية الصيد، أنا متحمس لها جدا. فخلينا نشوف. الله على الصنارة وجمدانها. العاب، اسحب 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 اسحب. السمكة بتعافر، تعالى يا بنت اطلعي. طب يا بنت يا رخمة، يلا انجزي. بتستاوى عليا. يلا
فوت بقى عملاقة بقى دي، خلينا نشوف. اوكي لا فرق كبير، فرق كبير منهم ومن التانيين. خلينا نبدأ نصطاد تاني يا عمو سهل. الولد عمال يعبي، ما خلاص يا كابتن كفاية سمك يا عم. اسحب اسحب اسحب، شد القوة والله عنيفة السمكة دي. سيبها شوية، لا فكت مننا للأسف، لازم نسيب معاها غير كده هتهرب، فالموضوع مش لذيذ. اوكي اسحب اسحب اسحب، تنزل لتحت، اسحب 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 اسحب، سيبها سيبها اسحب. اه يا رخمة، بس بقى ما تنزليش تاني. ممتاز، المفروض تبقى سمكة متغذية دي، نفس التانية تقريبا خدناها. وخلينا ننطلق، بيني وبينكم عايز اجرب حوار الكيف يا جدعان. انا معايا البيك اكس، عايز اشوف كده نقدر نجمع كام جوهرة من المنطقة اللي موجودة، لان شكلها رهيب وهيبقى فيها مغامرات كتير. لا وبالاخص احنا داخلين كمان في الضلمة يعني الدنيا كده كده مكحلة، فخليها بقى. يا ماما والله الصوت يخوف يا جماعة، تحسوا كده في هيبة وخيبة في نفس الوقت، ممكن الواحد يتفنش. الله الله الله، ده في لافا. ها ده لو قاعد اتفنش بجد باركو. الله الله الله، استنى يا كابتن باشا، اتفقناش على كده يا عم، احنا رايحين نجمع موارد ورايحين نستعبط. اوكي كمل، صباح الفل. اوه والله لسه كيف مكمل، نهار ابيض ده ممكن يتكسر يا جدعان. اوكي يلا، مشكله لو في خشب هنا ضعيف. باي باي يا صاحبه، يا عم يا صاحب الماب في ايه؟ والله وقعت بجد يا جدعان، وقعت وغرقت كمان. هو بينزلنا في نفس المكان، طب كتر خيرك. مع الحماس انا نزلت تاني يا جماعه. اوكي نولع النور، قصدي النار. تهز، حاول اعديها من تاني مره. اوه ينفع بالجامب ونشتغل عليها. اوكي حاول، صعبه يا جدعان، مشكله صغننه ورخمه. انا يا نهار ابيض، انا هرجع ازاي تاني بعد ما وجع. اوه انا وصلت للتشيست، دماغي وصلت. راحت لتحت. الله الله الله، شوف الارض اللي بتزفلط دي، والله كميه خبز مش طبيعي. ولا يا عم النور الاول. اوكي ايوه كمل بشويش بشويش يا عم صلو. اوكي بشويش بشويش، يلا بشويش. استنى 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 استنى، روح روح روح. صعبه صعبه، تخيل يطلع لنا وحش تبقى مصيبه، بعدين المصيبه تبقى مصيبتين. هو ده الجوهر؟ ها كومبليت، خلاص خلصنا الاوبي. طب ده كابتن كان بيعمل ايه؟ انا فكرت بقى هكسر واجمع موارد ومش عارف ايه. ثواني يا جماعه، اكيد في حاجه غلط، ده لسه في مكان فوق. نهار ابيض، شايفين يا جماعه تطلع لحد فوق. ثواني يا كابتن، ده بتاع ايه بالظبط؟ هو ده كمان كتب لنا يا جدعان المسافه تقريبا، ده عشان نطلع ونجمع موارد معقوله؟ انا مش عارف، ممكن نستكشفه لو عندنا وقت زياده. سلام سلم، سيب حاجاته فاضيه هنا، مفيش ولا سمكه، كله عمال يشير. شوف 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 التاني فرحان. كمل، حط هنا شويه شويه، ابدا نجرب نصطاد. الصناره عامله شغل بصراحه يا مسحة. تعالي 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 تعالي، بس حلو يا جدعان، عطينا كل الالوان احنا بنحبها. تعالي يا رخمه، تعالي يا رخمه، اطلع. ممتاز، وراك طلعت بثلاثه دي تقريبا، ما عملتش حق. ايه ده الاستعباط دي يا جدعان؟ السمكه المعفنه الصغننه دي مش عارف جت ازاي في الصناره الكبيره، الشكه طلعت بسهوله. اللي بتعافل قوي قوي دي اللي صعبه. ماشي خدنا واحده كمان، كويس. نبدا بقى نحط الحاجه بتاعتنا، نسيتها يا جدعان، مش تفكروني. خش هنا سريعا. انا جبت واحد، ازاي بقى عندي اتنين؟ يمكن كنت جبت بالزياده. اوكي نظبط الكرسي بتاعنا، تمام اظن الزاويه بتاعته كده كويسه. السلام عليك يا واد، ما تقعد كده باشا. هو ينفع كمان نعدل عليه؟ اظن يا جماعه نقدر نشيله لو احنا حابين نغير ايه مكانه. خلينا بس نقعد الاول ونجرب نصطاد. وده ينفع اغير لونه ولا لا؟ اه ينفع كنسله اصلا، وممكن احط الحاجه اللي انا حاببها. ماشي ممتاز. خلينا نبدا نجرب كده، نقعد. اوكي ايوه يا باشا كمل اصطاد بقى يا عم، سيب يا عم دي كمان. رجلي وجعاني يا جماعه من الصبح واقف. ايوه لازم احقق دلع نفسي شويه. تعوني بنت تعوني رخمه. ايوه جبناها. اللعاب وفيس في السمك ماله بعمل صغنن كده ليه؟ ثواني معقوله تكون الحاجه بتاعت ايه ده؟ عامل لي علامه كده كده ليه في ايه؟ بيقول لك الكولدير بتاعك مليان على اخره. ماشي ماشي ماشي، اسحب بس دي كده الاول. ثواني السمك بقى كله صغير يا جدع، ما ينفعش النظام ده. مش دي انا مختارها؟ ايوه احنا معانا كل حاجه تمام. امال السمك اللي بيستعبط ده طالع بيعمل ايه؟ اوكي ماشي، عايزين بس نروح نفضي الحاجه دي الاول. باشا باشا والله في كابوريا بتجري يا جماعه، ده كابوريا ده ولا واحد بيستعبط ولا كابوريا طالعه من البحر بتستقبل.
باشا اتفضل السمك، جبنا لك سمك كبير. اوه عالكم ايوه كده قبضني تجدني. احلى حاجه السمك الصغير مش بياخد معانا غلوه. طبعا اوريكم شويه حاجات حلوه، خلينا بس ننجز ده الاول، نجيب السمكه اللي هنا الاول. اطلع 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 بتطير استعباط. شكلها قويه دي يا جماعه، شكلها سمكه متينه. شوف لو 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 هتهرب. لا لا بلاش تسحب اسحب اسحب. لا 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 خليك خليك والله الموضوع مش. يا رب ما تهرب يا رب ما تهرب. قويه جدا يا لهوي. عرفت عرفت المحظوظة والله كانت هتيجي. قعدت تعافر، كنت متوقع حاجة جامدة بس للأسف راحت مننا. كمل. شكلها منوبر يا جدعان. شوف هتلاقي سمكة صغننة. لا والله حلوة ومبطرخة. يا سلام متغذية. نقدر بقى نحطها في الحاجة بتاعتنا طالما الدنيا ظلمت. إيه رأيكم نروح للمكان التاني؟ تقريبا ده المكان اللي موجود فيه الجواهر. أوه شوف عاملين إزاي الحاجات. الله 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 الله, الله. نقدر نحط كمان الخيمه بتاعتنا. ثواني يا كابتن. جولدن كي. ثواني نقدر نخش هنا بالمفتاح. طبعا هو كاتب لنا ممكن نجيبه من ايه ومش عارف ايه ما ادري ايه. المهم انا اشتريت يا جدعان حاجات عشان انجز بس بيها واخش هنا الاول. ايوه عشان اشوف بس بصراحه في الكويستا، واكيد ما حط لنا مصايب هنا انا عارف. خلينا نركز. ايه ده والله شغاله ما شاء الله عليكي. ده شكلها خبره في ماينكرافت يا جماعه. يا استاذه يلا. ايوه كسر العب. ايوه بقى اديني تناديني. طب استنى نروح عندها الاول كده عشان ننجز معاها. ما ينفعش ناخد من نايبها هنتضرب. ماشي نكمل احنا هنا. يبقى الهدف يا جدعان بعد ما احنا بنكسر بيتكتب لنا فوق اللي احنا كل تكسيره بناخد عليها تقريبا جوهره. ماشي احنا كده عرفنا الجوهر بتتجاب منين، بس عايز اعرف هنا لوفا فعلا بتفنش زي التانيه. والله يا جدعان ده ايه ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ انا عايش الوهم الراجل. عملنا لنا كل حاجه. بيني وبينكم انا الحاجه اللي مش عجباني عندي اللي عندي دي صغنونه، فعايز اخلي واحده كبيره عشان حجمها صغير، فعايز اطورها بصراحه. هروح بس عند الكابتن اكيد هو بيبيع كل حاجه، فبالتالي نقدر نجيب ايه اسمها ايه دي؟ والله الواحد ناسي اسمها. انت كمان نقدر نقول عليها ثلاجه يا جماعه. يب فعندنا في اوض عندنا في بيبيع درون كمان. انت بتهزر ايه يا عم الدرون ده؟ انت عندك حاجات غريبه والله. عنده حاجات مش طبيعية. اوكي شوف 15,000 جوهرة يا جدعان. لقيت السنارة اللي انا عايزها بدل التانية اوتوماتيك وجع دماغ، فهنشتري دي بس كده ممتاز. لا بقى ايه شوف المطورة التانية بس سعرها اغلى بصراحة فانا مش هجيبها. وعندنا هنا اضاءة، شوف الاضاءة دي عاملة ازاي، شكلها تبقى عالمية. وهنجيب حمام. وقعتني وقعتني يا جدعان. الله على الخيمة حلو عشان انام فيها دي. ممكن نجيب لنا حاجة نارية هنا. والله بفكر عندنا في دي. اوه ليه دي اغلى غريبة يعني مميزة دي ولا بتدينا لون مميز مش عارف. خلينا نجيب واحدة. وعندنا دي كمان 300. يلا لعيونكم. ودي ب 20,000 عشان نخش ننام عليها. ثواني عندنا في ايه تاني؟ اوكي والله في تفاصيل كتير، بس انا عايز اجيب بصراحة التلاجة دي اهم حاجة عندي. فالتلاجة بكام؟ والله تعتبر حنينة بس دي بكام؟ اوه ب 12,000 جوهرة، فأنا هشتري دي. ممتاز. اوه احنا ممكن نجيب من دي اتنين صح؟ ممكن نجيب أكتر. بس ثواني مش هنقدر نجيب السرير. ممكن نجيب ده؟ ممتاز أظن السرير نقدر نجيبه. خلينا نلقي نظرة. أيوه تعالى يا سرير رايح فين؟ أيوه يا سلام فلوس كفت بالظبط يا جماعة. ده أنا كنت حريص ومركز وصرفت كتير برضه. اهو بدأنا بقى مشكلة الحاجة بتاعتك مليانة، بس مش عايزين نصطاد شكرا. هنيجي بقى نحط الكلام الكبير. شوف شوف دي واحدة ونحط كمان دي التانية، بس تحط براحتك اللي انت عايزه. ونحط دي هنا كمان. وايه رأيكم بقى نحط ايه؟ مش عارف احط الخيمة ورانا بس حجمها ضخمة يا جماعة بس شكلها لذيذ. الله نحطها مثلا ايه هنا. السلام. و عايز اجرب الدرون تصطاد هي. والله بتصطاد يا جماعه. جيبي ها جابت السمك. يا لعبه يا لعبه. ايه تاني عايزين بقى نحط الصناره العالميه. تمام دي برضو تجيب لنا شويه سمك. ممكن نجيب كميات تانية بس سعرها غالي بصراحه. اوتوماتيكي اوتوماتيكي اللعب. ايوه بقى والله جامده جدا. ونقدر نحط دي. دي كانت عند الوالة نفس زي بالظبط اللي كانت موجوده. ممكن نخليها هنا جنبنا ولا نخليها هنا جنبنا. ايه شكلها لذيذ. ممتاز كده عشان تدفي القعده كده واحنا قاعدين تبقى لذيذه. ونقدر بقى نخش جوه الخيمه ونحط السرير بتاعنا.
ايوه تصبح على خير يا جدع، انا اخش انام. وعندنا في اضاءه، يب خلي بقى في اضاءه مركزه، بس دي هنستخدمها ازاي؟ ها المفروض انا حطيتها. قول لا شوفوا عشان تنور هنا المكان عشان بالليل نبقى شايفين والله فكرت هتنور لي انا يا جدعان، يعني رفاهيه مش طبيعي. وعندك كمان هنا الله الله يا عم، خلينا ناكل شويه بس، استنى اتغذى، حط هنا والله بتلسع. كمل كمل كمل، تبقى بالليل مغامره مجنونه. سلام كمل يا عم صرف. لا اتحبصت اتحبصت، حرقت، تردفشت معاها كمان للاسف ما ظبطتش. خلينا نجرب دي تشوفها شغاله ولا لا. ايوه اللعب بعد 5 دقايق دي طارت. ما بنقدرش نعملها تاني غير بعد 5 دقايق والله جامده يا جماعه. صباح الفل، شوفوا الجمال، والمكان منور بطريقه رهيبه. نولع بقى النور التاني اللي هنا عشان مش منور. ولع ده، وده شغال ولا مش شغال؟ اوكي بدا ينور اوتوماتيك تيك تيك. صباح الفل والدلع، والدرون شغاله زي الفل. نقدر بقى ناخد الصناديق دي ونبيع. احنا بس مهمتنا نروح نبيع زي البنت اللي كانت هناك شغاله صناديق رايحه جايه. خلاص بقى عم صرف نفس الكلام، مش انا قلت لك يا باشا هندلعك ونملى الباترينا؟ شوف ادينا كوينات ظبطني بقى الراجل. نقدر بقى ناخد الثانيه اللي هنا اظن، فنروح بسرعه بسرعه ناخد دي على السريع. اوكي اها دي هيدينا تقريبا 23000، رقم محترم يحترم. خلينا نروح احنا بسرعه. اتفضل يا باشا العاب، اعطينا الفاتوره اهم حاجه، ونيجي بقى لاخر واحده عندنا. روح 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 روح، كان الكشاف هيفرق معانا، ممكن نجيبه لو احنا حابين، معانا كشات كتير نقدر نستخدمها بعد كده من ثلاجه السمك. التطوير يا جماعه فرق معانا كتير، وصلنا لمرحله مجنونه، لسه في مراحل كتير انتوا ممكن تجربوها. ومن ضمنها انا عايز اطلع فوق القي نظره بسرعه. ده والله الطريق طويل جدا يا جدعان، ومحتاج له قعده كبيره جدا. عايزكم بقى تروحوا انتوا تستكشفوا وتقولوا لي ايه لقيتوا ايه في الكيف فوق، لان بعد ما اطلع اكيد مش هعرف انزل عشان مش معايا البتاع اللي بتطير، فهضطر انزل بنفسي فتبقى بهدله. ده انا ممكن اتدمج هنا كمان. ايه اللعب؟ شوكولاته جديد، يلا سلام.